صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين من الإمارات اللي تصنع من الأزمات فرص لنجاحات كبيرة، ومن مدينة دبي اللي رحبت بالعالم في إكسبو 2020 وصنعت لهم تجربة استثنائية شهدناها في وجوه كل زوار إكسبو 2020. أعزائي المستمعين، يسعدني أن أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة في دبي، وكذلك أرحب في التنسيق والمتابعة بميل تميرة الغفلي، وفي الإخراج بيكون معانا اليوم مخرج نوائل القواسمة، وبكون معاكم أعزائي المستمعين خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة العلي. دائما أعزائي المستمعين يسعدني تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. في حلقتنا لليوم مثل ما عودناكم في البداية بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك فقرتنا لليوم أو نقدر نقول موضوع حلقتنا اليوم بيتمحور حول مرض السكري، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والتعايش الآمن مع المرض. فأعزائي المستمعين حلقتنا بتكون متنوعة ومختلفة، كونوا معنا على مدار الساعة القادمة. خبرنا اليوم يقول: عوامل تدمر الأوعية الدموية. أشارت الرابطة الألمانية لأمراض القلب إلى بعض العوامل اللي تدمر الأوعية الدموية، ومنها التدخين اللي يهاجم الطبقة الداخلية للأوعية، مما يؤدي إلى موت خلايا هذه الطبقة ونشوء الثقوب والندوب. كما أشارت الرابطة الألمانية إلى أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يلحق ضررا بالغا بالجدار الداخلي للأوعية الدموية، بينما يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تمزق الأوعية الدموية. كما تشكل مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار خطورة بالغة كذلك على الأوعية الدموية، حيث يترسب الكوليسترول تحت خلايا الأوعية الدموية مسببا الإصابة بتصلب الشرايين. وحذرت الرابطة من الأضرار اللي تلحق بالأوعية الدموية، حيث يترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرة إلى إمكانية تجنب هذه المخاطر الجسيمة من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين، وذلك لضبط مستوى السكر وضغط الدم وكذلك الكوليسترول. دائما أعزائي المستمعين أدعوكم للتوجه لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي لاقتراحاتكم شكاويكم وكذلك لملاحظاتكم نقدر نقول، وأيضا لأخذ الفائدة من منصاتنا في التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون حسابنا هو DHA_Dubai، بتحصلون فيه كل الأخبار الصحية والتثقيفية كذلك في حساب هيئة الصحة بدبي. اليوم أعزائي المستمعين أحب أني أرجع أذكركم بالتبرع بالدم. تقدرون اليوم أنكم تتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم الموجود في مستشفى لطيفة، وتصنعون مثل ما نقول بداية جديدة، وكذلك تستقبلون رمضان بعمل خيري بسيط تقومون به. مثل ما نعرف قطرة دم قادرة على إحياء حياة العديد من الأشخاص. إذا كنتوا تتساءلون كيف ممكن أني أتبرع بالدم، أولاً يمكنكم التبرع بالدم عن طريق DHA App، بتحصلون خدمة دمي، تعبون مجرد بيانات بسيطة وبالتالي تأخذون مثل ما نقول موعد على طول للتبرع
بالدم أو تتوجهون على طول لمستشفى لطيفة. هناك في مستشفى لطيفة في الخلف بالقرب من المسجد في مركز دبي للتبرع بالدم. هناك تروحون نفس الأسئلة هاي، إذا ما جاوبتوا عليها في الاستبيان الموجود في تطبيق هيئة الصحة بدبي بتحصلونها موجودة في هناك في المركز نفسه، بتجاوبون على مجرد أسئلة عشان يتأكدون أنكم نفرض ما انصبتوا بكوفيد، ما يعني ما عندكم تاريخ مرضي، وكذلك يتأكدون أن هل أنتوا أيضا قادرين التبرع بالدم أم لا، لأن مثل ما نعرف هناك فئات معينة، وتقدرون تسألون هاي الأسئلة كلها على الرقم 8342. والموضوع بسيط جدا والإقبال أيضا جميل على التبرع بالدم، فإذا كنتوا حابين تسوون مثل ما نقول عمل خيري بسيط قبل ما يبدأ رمضان، أنصحكم بأنكم تتوجهون للتبرع بالدم. نعم أعزائي المستمعين، اليوم بكلمكم عن المنشور اللي كان موجود على DHA_Dubai. يمكن هالمنشور يعني أكثر شيء البنات بيتفاعلون معاه. يقول ما هو البوتوكس؟ يقولكم البوتوكس هو عبارة عن مادة سمية تستخدم عن طريق الحقن لتشل الحركة العضلية مؤقتا، وقد تم استخدامها منذ سنوات عديدة لعلاج تجاعيد الوجه وغيرها من عمليات التجميل. وكيف ممكن يعمل البوتوكس؟ هو حقن البوتوكس تستخدم ضمن جرعات صغيرة وآمنة تمنع إشارات كيميائية معينة في الأعصاب، ومعظمها إشارات تسبب تقلصات عضلية، وتستمر مدة فعالية البوتوكس من 3 إلى 4 أشهر. واستخداماتها في التجميل وفي التعرق المفرط وفي الصداع النصفي المزمن وبعض الأمراض العصبية، وكذلك يستخدمون البوتوكس في العين الكسولة أو نفضة العين مثل ما يقولون. وشو هي الآثار الجانبية للبوتوكس؟ هاي المعلومة اللي لازم كل حد يعرفها، أن لكل شيء مثل ما نقول آثار جانبية ممكن تحصل. في البوتوكس ممكن تحسون بألم خفيف أو تورم أو كدمات في موقع الحقن، وكذلك الصداع أو نزول الجفن أو التواء الحاجبين، ابتسامة ملتوية أو مترهلة، جفاف العين أو نزول الدموع بشكل مفرط. وأعزائي المستمعين، كذلك هناك فئات يجب عليها أن تتجنب البوتوكس، منهم الحوامل والمرضعات والأشخاص اللي يعانون من أمراض عصبية أو حالات تسبب ضعف العضلات، وكذلك الأشخاص اللي عندهم حساسية سابقة لحقنة البوتوكس أو أي من مكوناته. وبذلك أعزائي المستمعين عطيناكم مثل ما نقول معلومات بسيطة للبوتوكس، موجودة بتفصيل أكثر وبمعلومات أكثر على حساب هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA_Dubai. بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرنا في بداية برنامج اليوم، بتكون حلقتنا مخصصة لمرضى السكري. ومثل ما تعرفون معرفة أو نقدر نقول الطعام اللي ناكله يمدنا بالكربوهيدرات ويتحول إلى سكر، والأداء الأهم في تدبير داء السكري خلال شهر رمضان المبارك وغيره من الأشهر، فذلك يساعد على موازنة نظامنا الغذائي والتخطيط لوجباتنا الغذائية دون مشاكل صحية. وللحديث أكثر عن الغذاء الصحي والتثقيف الصحي لمرضى السكري بشكل عام، يسرنا أن تكون معنا اليوم الأستاذة زينة بشير، اختصاصية التثقيف الصحي لمرضى السكري بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة زينة. أهلا، صباح النور. يا هلا فيك أستاذة زينة. في البداية أولا أبارك لك قرب حلول شهر رمضان الكريم، الله يعيده عليك إن شاء الله بالصحة والعافية وعلى الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. بداية بنتكلم عن التثقيف الصحي لمريض السكري. كيف نقدر نقول أن التثقيف الصحي مهم لمريض السكري للوقاية من مضاعفات المرض؟ اوكي، هلا طبعا هو التثقيف الصحي اكيد يعني ضروري طول السنه، بس لانه برمضان
بتعرفي تختلف شوي طبعا أوقات الأكل يعني النظام العادي وهيك. فهلأ يعني من الضروري أنه دائما يتابعوا مع الدكتور أو التثقيف الصحي عشان يعرفوا شو تغيير مثلا بالأدوية خلال رمضان. هلأ طبعا رح تكلموا الدكتور ورح يحكي لكم أكثر عن هالموضوع. نعم. هلأ كمان بالنسبة للتغذية مثل ما قلت لك، هلأ الصيام يعني بتبين فوائد عديدة للجسم، بس طبعا حسب شو الطعام اللي عم نتناوله خلال هذا الشهر، عرفتي؟ فلو يعني مثلا حتى الأغراض نحضرها قبل بوقت، يعني قبل ما يصير رمضان نحضر نفسيا يعني نفسنا. حتى مثلا أعطيك مثال بسيط، يعني مثلا شرب القهوة اللي بتعودون على شرب القهوة كل يوم، يوقفوا مثلا شرب القهوة هيك قبل بيومين بس عشان يتعودوا انه بس يدخل رمضان انه شوي على هال. في ناس ايضا استاذة زينة يوقفونه يعني قبل باسبوع. نحن كنا نتكلم دكتورة عند العوضي طلعت معانا تقول انا كل سنة، هي تطلع وتقول لنا دوم ان انا، لان مثلا اللي مدمنين القهوة او مدمنين مثل ما نقول الشاي يوقفون هذه الاشياء قبلها باسبوع ايضا. حتى احنا نقول لو يومين بعد ما يضر، المهم ان انتم توقفون هالشيء عشان تحسون ان يعني الجسم ما يتفاجئ فجأة ما في كافيين. مضبوط، صح مضبوط. نعم. اذا بنقول كيف ممكن لي مريض السكري بشكل يعني خاص انه يستعد للصيام؟ ايه اوكي، يعني مثلا لنقول ممكن نحضر قبل بوقت حتى اذا بدك، يعني مش انه قائمة الاكل إذا بدك، مرات فينا نعمل هيك قبل بيومين قائمة الأكل وهيك، لأنه هلأ حتى برمضان يعني هي بتزيد الأكلات بتزيد الحلويات وهيك. ولكن أنا كيف بشوف إنه هي أوقات الأكل اللي تتغير، يعني كيف إنه نظامنا العادي بس إنه التوقيت، يعني مثلا هو الغداء صار وقت الإفطار والريوق اللي هو أهم شيء عنا بيصير وقت السحور، عرفتي؟ بالتأكيد. إحنا مثل ما ذكرنا أنت يعني حددتي موضوع تحديد الطعام اللي بياكله الشخص خلال نقدر نقول اليوم. إذا بنقول يعني لمريض السكري، أحيانا مرضى يتسائلون ما هو الوقت المناسب لمريض السكري أنه يتناول وجبة السحور، هل تنصحين أن الشخص هذا يأخر الوجبة بقدر الإمكان أو يتناولها يعني معانا كلنا في نفس الوقت؟ هلا أنا بحس أنه هو يأخر قد ما فيه عشان نخفف يعني فترة الصيام، عرفتي؟ يعني إذا أخذناه عند الفجر، لأن يعني طبعاً النهار طويل. نعم. عشان يضل عنا الطاقة وهيك، فإنه هيك إذا أخذناه عند يعني على وقت السحور المأخر بنخفف فترة الصيام خلال النهار طبعاً. نعم. لأن في ناس أيضاً أستاذة زينة يتناولون مثل ما نقول السحور عادي، في ناس تاكل وتقعد خلاص، أو في ناس تنش للسحور بس تنش مثلا إذا الأذان الساعة 4 ينشون الساعة 3 يأكلون ويرقدون. فإحنا نقول لمريض السكري إنه لا، خذ السحور يعني أقرب وقت تقدر إن أنت تاخذه فيه، صحيح؟ مظبوط. أي ما مثل ما عم لك، يعني في أوقات طبعا في ناس هلأ حسب شو إنه هو جسمه شو معود، عرفتي؟ بس هو من الأفضل إنه يكون قريب الفجر يعني. نعم بالتأكيد. أيضا من جهتك كأخصائي تغذية ومتخصصة في التثقيف الصحي لمرضى السكري، شو هي الأغذية اللي تنصحين بها مريض السكري خلال شهر رمضان، وما هي الأغذية اللي يفضل أن هالشخص يتجنبها؟ أوكي. هلا أول شيء أنه ممكن تظهر برمضان شوي أوقات عنا مثلا الإمساك، فعشان نتفادى الإمساك شهر رمضان نعم. بدنا نكثر من طبعا شرب الماء طبعا بين الإفطار والسحور أول شيء عشان نعود على النهار كله. ثاني شيء في بعض الأدوية بتحتاج هي الماء زيادة، عرفتي؟ وعشان يضل الجسم يعني نمنع الجفاف. أوكي. نكثر مثلا من الأكلات الغنية بالألياف، وما ننسى طبعا أنه الخضروات السلطات، عرفتي كيف؟ والمثلا مرات الفواكه المجففة هلأ صح هي غنية بالسكر، بس نحن ما في مشكلة نتناول شوية سكريات ونشويات، المهم هو أنه عدم الإفراط بالأكل عند الوجبات، عرفتي؟ نعم. حتى كمان الحركة يعني هالجو هالسنة ويمكن العشرين سنة القادمين رح يكون رمضان في فترة حلوة يعني بالإمارات، فينا نعم. نستفيد من هاي من هالشي بالحركة شوي، لو 20 دقيقة باليوم. هلأ صح الصلاة تعد من الرياضة اليومية، بس لو نحن مارسنا شوي لو 20 دقيقة باليوم حتى هذا حتى بيساعد مثلا بالنسبة للتخفيف من الإمساك في رمضان. هلأ مثلا بالنسبة لوجبات السحور، مثل ما قلت هلأ أنه يفضل تأخير وجبة السحور ونركز على طبعا أكلات تعطينا طاقة طول النهار، عرفت كيف؟ ونتفادى الهبوطات اللي ممكن تصير خلال النهار.
نعم كمان، عرفتي؟ واخر شيء كمان عندنا وجبه الافطار، مثل ما انا قلت يعني نحن بنحاول انه هي اوقات الاكل تتغير، فانه هي وجبه الغداء بتصير الافطار. بس طبعا في عادات وهيك برمضان تختلف يعني عن انه عن كل السنه، في قصص بتزيد وهيك، فهون بدنا ننتبه من مثل السكريات عدم وهالاشياء. الافطار بالقبل والكربوهيدرات، اي ونختصر من تناول الحلويات طبعا طول الشهر. يعني هو مش انه صايمين او شيء، النهار بعده 24 ساعه، فمش انه طول النهار او لازم ناكل اكثر، يعني عرفتي؟ اي بالتأكيد. تكلمتي أيضا يعني أستاذة عن موضوع الجفاف، وأنك الشخص لازم يتناول يعني كمية كافية من الماء خلال ساعات الإفطار. نقدر نقول أيضا إذا بنتكلم عن العصائر، هل هي بتكون أيضا بديل مناسب، ولا تنصحين دائما بتناول فقط الماء عشان تجنب، نقدر نقول يتجنبون الجفاف خلال الشهر الفضيل؟ الجفاف. هلا طبعا هو شوفي، القهوه او الشاي او اي مشروب فيه كافيين ما يعد انه كمي، لانه الكافيين شوي بيسحب المي من الجسم، اوكي؟ هلا طبعا العصاير او مثلا اللبن، طبعا مثل المي اكيد انه يعد من القصص يعني كانه مي. بس هلا في ناحيه العصير، لانه نحن بدنا نخفف من السكريات، فاوقات مثلا ناخذ لنقول اللبن، مع انه اللبن فيه نسبه بسيطه من السكريات، او فينا نستبدل العصائر بالعصائر الخضراء، يعني اكل بتكون معمول شوي من الخضار، يعني من الخضروات وهيك، عرفتي؟ فبنخفف كميه السكر اللي هي فيها، بس كمان هي يعني بتنشط الجسم، ويعني بتعطي يعني تمنع الجفاف، يعني فيها تعد كسوائل كمان. نعم أستاذة زينة، يعني السؤال هذا يمكن اللي الحين بنطرحه سؤال يمر لدى الكثيرين، وكذلك يعني أمس شفت على وسائل التواصل الاجتماعي جدل في هذا الموضوع، فحلو أن نحن نطرح هذا السؤال. يعني هل يمكن لمريض السكري ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وإذا كان ممكن شو هو الوقت المناسب لذلك؟ اي هلا اكيد يعني ممكن يمارس الرياضه، مثل ما قلت لك خلص في يعني الروتين هي بيكون نفسها، بس هي الاوقات اوقات تتغير. هلا حسب الشخص، اذا هو بده يشتغل على انه نزول الوزن، اوكي، فيمكن وقت اللي هي الرياضه قبل الافطار بتكون احسن، ولكن كمان حسب الشخص شو الادويه والعلاج اللي عم بياخذها والانسولين، لانه بدنا ننتبه من الهبوطات طبعا. نعم، بس لأن هو عندي اذا جدل تخفيف اللي كان صاير أنه ممكن أن الشخص ينزل وزنه إذا يعني قام برياضة قبل الفطور، ولكن ممكن يأثر على يعني ممكن يصيب الجفاف، ممكن يأثر على الكلى. هذا كان الجدل يعني في الوسط أمس، يعني وأنا أقرأ التعليقات بين الأشخاص وكذلك، فقلنا نسأل الاختصاصي الشخص المختص، هل ممكن أنه يصاب بالجفاف الشخص اللي مارس الرياضة قبل الإفطار؟ هيك هلا هي بسبب طبعا اكيد انه قله شرب الماء، فلهيك نحن بنقرب يعني قبل الافطار، بس بيكون قريب الافطار، عرفتي؟ وفتره انه بسيطه ممكن يعني، ايضا ما عرفتي؟ يجهد نفسه يعني استاذه زينه، مضبوط. يعني يكون اذا الجو مثلا درجه الحراره مرتفعه كثير، اذا مثلا الشخص هذا هاليوم كان منهك، او ايضا يعني طلع راح الدوام ورجع وارد يتحرك يعني كثير، اجهد مظبوط نفسه كثير، ولكن هو يعني لازم اسوي هالعشرين دقيقه. هو على حسب يعني نسبه وتناسب، اذا انت تحركت او ما تحركت ايه، والواحد الجفاف يسمع ايضا. جسمه يعني، يسمع هو كيف حاسس طبعا. ايه مثل ما قلت يعني في شويه تعب، في شويه هيك، لا خلص مش يعني من اجل الرياضه لغير يوم، ما في مشكله، نعم عرفتي؟ واذا الـ 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 اذا الرياضه بدها تكون انه عشان انه تتربي عضل وهيك، ساعتها بيكون بعد الافطار، لانه نكون اكلنا يعني طب الوجبه واكلنا انه اكل صحي وهيك، وممكن مارس الرياضه ساعتها بعد الافطار هيك عشان انه نربي عضل وهيك اكثر. نعم بالتأكيد. أستاذة زينة، هل هناك نصيحة حابة تقدميها لمرضى السكري من جانب التثقيف الصحي؟ يعني اوكي، يعني هو باختصار بيقول بس يعني انه يعني من نحاول نلتزم يعني هذا الشهر، لانه له تاثير كثير، يعني انه التزمنا ببين، وما التزمنا كمان ببين، عرفتي؟ فخلينا ناخذ هذا الشهر نقدر انه نحافظ ونلتزم قد ما فينا لتتحسن الامور. نعم أستاذة زينة بشير، اختصاصي التثقيف الصحي لمرضى السكري بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هاي المشاركة الطيبة معنا، ونتمنى أن نستضيفكم معنا إن شاء الله في حلقات قادمة عشان تقدموا لنا معلومات مثل هاي، يعني مثل ما نقول المعلومات البسيطة المفيدة. شكرا لك، شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة. شكرا لك. سلام. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وراجعين نستكمل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا.
صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 وللرسائل النصية القصيرة 6004. يعتبر أعزائي المستمعين مرض السكري أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين أفراد المجتمع على مستوى العالم، وهو يتطلب المتابعة المستمرة لتفادي المضاعفات السلبية المحتملة في مختلف المراحل العمرية. وللحديث أكثر عن مرض السكري من حيث الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والتعايش الآمن مع هذا المرض، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور أحمد الحسن، أخصائي باطني أول استشاري غدة صماء وسكري بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور. صباح النور، يا هلا فيكم. يا هلا. يا هلا. شهر الخير قرب، وأنا حبيت بس أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعلى وطننا بالخير والبركة. شكرا لك دكتور، ينعاد عليك يا رب الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. دكتور، بداية نتعرف منك على أسباب مرض السكري بشكل عام وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بهذا المرض. هذا السؤال طبعا يعني نتلقاه وايد. فالمرض السكري هو عبارة عن مجموعة من الأمراض اللي ممكن تأثر على كيفية يعني الجسم كيف يستخدم الجسم السكر أو الجلوكوز في الدم. الجلوكوز كما تعرفون أنه مادة أساسية للصحة، هي مصدر يعني مهم للطاقة للخلايا يعني اللي تستخدم العضلات والأنسجة، وأيضا هو مصدر طاقة رئيسي للمخ. والسبب الأساسي لمرض السكر يختلف حسب النوع، لكن بغض النظر عن النوع، مرض السكر في النهاية يؤدي لرفع مستوى السكر في الدم، وهذا ممكن يسوي أو يؤدي لمشاكل صحية. طبعا يتقسم مرض السكر لنوعين رئيسيين، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول من السكر يسبب أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم خلايا إنتاج الإنسولين في البنكرياس ويدمرها، ويصبح الجسم غير قادر على إفراز الإنسولين، وبالتالي الإنسولين يتراكم في مجرى الدم وما يقدر ينتقل إلى الخلايا. ويعني أعتقد أن الإصابة بالنوع الأول من مرض السكر لها استعدادات وراثية وعوامل بيئية، لكن غير معلوم بالضبط شو هي هالعوامل، يعني للحين العلم ما توصل بشو هالعوامل بالضبط. أما بالنوع الثاني من السكر اللي هو أكثر شيوعا، في هالحالة تصبح الخلايا مقاومة لفعل الإنسولين، ويكون البنكرياس غير قادر أن ينتج القدر الكافي من الإنسولين عشان يتغلب على هالمقاومة، وبدل ما أن السكر ينتقل للخلايا عشان اللي تحتاج للحصول على الطاقة، يتراكم السكر في مجرى الدم ويأثر يعني يؤدي إلى مشاكل صحية. بعد ما نعرف السبب بالضبط وراء يعني السكر من النوع الثاني، له علاقة بالوراثة وله علاقة بالبيئة، وكمان له علاقة وطيدة يعني ترتبط بزيادة الوزن بشكل قوي وبعد بالتدخين. وممكن يعني السكري من النوع الأول يجي بأي عمر، لكن هو أكثر ظهورا في مرحلة الطفولة والمراهقة. وممكن النوع الثاني من السكر يظهر بعد في أي عمر، لكن هو أكثر شيوعا في الناس اللي تزيد أعمارهم على سن 40 عام. نعم دكتور، إذا بنقول شو هي أعراض مرض السكري، هل هناك أعراض يعني ظاهرة واضحة بشكل عام لهذا المرض؟ أعراض مرض السكر تعتمد في الغالب على مقدار ارتفاع السكر في الدم. ففي النوع السكر من النوع الثاني ممكن ما يكون في أي أعراض نهائي. أما بالنسبة للسكر من النوع الأول، الأعراض في العادة تظهر بسرعة وتكون أكثر حدة. وبعض الأعراض اللي ممكن الشخص يحس فيها إذا عنده سكري من النوع الأول أو من النوع الثاني الشديد، العطش الشديد، كثرة التبول، الشعور بالجوع الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، الإرهاق، التعب، تغييم الرؤية، قروح بطيئة الشفاء، وبعد التهابات المتكررة.
نعم دكتور، أنا لاحظت أن الأشخاص اللي يقولون مثلا عرفوا أن أطفالهم مصابين بمرضى السكري، كيف ممكن دكتور الأم مثلا إذا كانت يعني ولدها مصاب بالسكري ممكن أنها هي تلاحظ هاي الأعراض؟ هل هي نفس الأعراض هذه؟ هل هي متشابهة؟ نعم ممكن تكون نفس الأعراض، بس طبعا معظم الأطفال ما يقدروا يشتكوا من هالأعراض كثير. بس لو الأم لاحظت يعني كثرة التبول، إن الطفل يعطس بسرعة، أو فقدان وزن غير مبرر يعني، ما أو ما يقدر يعني وزنه يزيد يعني، فهذه كلها ممكن تكون أعراض تؤدي إن الواحدة لازم أو الأم لازم تروح الطبيب مع ابنها عشان الكشف المبكر عنها. نعم أيضا دكتور، هل هناك نقدر نقول مضاعفات محتملة لمرض السكري؟ مضاعفات مرض السكري يعني تتطور دائما على المدى الطويل وتبدا تدريجيا، وكل ما طول فتره الاصابه بالسكر وكل ما كان معدل السكر في الدم اكثر زاد خطر حدوث هذه المضاعفات. وبالنهايه هذه المضاعفات ممكن تؤدي الى يعني مضاعفات شديده مثل الاعاقه، او ممكن حتى تكون فيها تهديد للحياه. يعني مضاعفات السكر كثيره، منها يعني امراض القلب الوعائيه، منها يعني تلف الاعصاب والتهاب الاعصاب، تلف الكلى واللي ممكن تؤدي حتى للفشل الكلوي في حالات كثيره، ممكن تؤدي لتلف العينين او ما نقول عليه اختلال الشبكيه السكري، وهذا ممكن يؤدي في النهايه للعمى، ممكن ياثر على القدم ويؤدي لتلف للقدم، وهذا ممكن يؤدي لبتر في الاصابع في القدم او حتى في الساق. نعم وطبعا نحن دكتور ما نخوف المستمعين، نقول ان هذه المضاعفات المحتمله للاشخاص، يمكن دكتور اذا الشخص كان ملتزم والشخص السكر عنده معتدل، يعني ما هل ممكن انه ايضا يصاب بهذه المضاعفات؟ مثل ما قلت، كل ما يكون السكر غير معتدل ودائما عالي، وكل ما فاتت فتره الاصابه ممكن مضاعفات هاي تي. بس لو كان السكر معتدل والمريض يتابع مع المريض الطبيب بصوره منتظمه والسكر معتدل، فممكن نتلافى كثير من هذه الاعراض يعني او هذه المضاعفات. بالتأكيد. أيضا دكتور نحن ما شاء الله يعني نقدر نقول أن نحن خلاص يعني ما بيننا وبين رمضان إلا يوم، يعني كيف ممكن لمريض السكري أنه يتعايش مع المرض خلال شهر رمضان المبارك والتمتع، أو أنه يعني يعيش تجربة صوم آمنة وخفيفة مثل باقي الأشخاص؟ طبعا الصوم آمن في كثير من الأحيان لمرضى السكر، لكن طبعا مرضى السكر بطبيعتهم ممكن يكونوا معرضين أكثر من غيرهم لإصابة بعض المضاعفات أثناء الصيام، مثل ارتفاع الشديد في السكر أو الانخفاض الحاد في السكر أو حتى الجفاف. وهنا يعني لازم يعني المريض اللي عنده سكري لازم يقابل طبيبه قبل بداية الشهر بأسبوع أو أسبوعين، على يعني يتمكن أن نقدر نحدد هالمخاطر المحتملة، لأن هالمخاطر المحتملة خاصة بكل مريض على حدة. في العادة إحنا ممكن ننصح بتجنب الصوم إذا كان هذا المريض عرضة أنه يستوي عنده مضاعفات شديدة. والمرضى اللي ننصح أنهم ما يصومون هم مرضى السكري من النوع الأول، أو مرضى السكري من النوع الثاني اللي ما عندهم سيطرة على سكر الدم، أو الناس اللي عندهم انخفاض شديد، انخفاضات متكررة في السكر، أو عدم الوعي بسكر الدم المنخفض، أو المرضى اللي عندهم أمراض مصاحبة مثل مرض الكلى الشديد أو أمراض الأوعية الدموية أو السكري أثناء الحمل. أما في حالة أن إحنا نصحنا المريض أنه ممكن يصوم، فبنعطيه نصائح أساس نقدر نضبط ونتحكم في السكر أثناء فترة الصوم، مثل أنه نضبط علاجاته، جرعات الإنسولين، ننصح المريض أنه يراقب مستويات السكر أثناء الصيام مرة مرتين أو مرات أكثر أثناء الصيام. وطبعا المريض ننصحه لو ان السكر ينزل اقل عن 70 ننصحه بقطع الصيام فورا والافطار، ولو زاد عن 300 هم بعد ننصحه بقطع الصيام والافطار فورا. وطبعا ننصح بالاكل المتوازن وعدم الافراط في الاكل والمشروبات والعصائر اللي تحتوي على سكر، وننصح دائما بشرب الماء ساعات الافطار وحتى الامساك يعني شرب الماء بكثره، وتجنب الرياضه الشديده بالذات في ساعات الصيام، أو ممكن الرياضة المتوسطة أو الخفيفة يعني فترة المساء. نعم أيضا دكتور، إذا بنقول نصائح عامة للوقاية من الإصابة بمرض السكري وأهمية الفحص المبكر للكشف عن المرض، شو تقول في هذا الموضوع دكتور؟
طبعا السكري من النوع الاول للاسف لا يمكن منع الاصابه به يعني، بس احنا في العاده ننصح بخيارات نمط الحياه الصحيه للوقايه من مقدمات السكر من النوع الثاني او السكري من النوع الثاني، وهي يعني تناول اطعمه صحيه، اختيار اطعمه اللي ما تكون فيها يعني نسبه دهون مرتفعه او سعرات حراريه مرتفعه، دائما زياده الممارسه الانشطه البدنيه والتمارين الهوائيه. جمعية الطب الأمريكية تنصح يعني 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع تمارين هوائية أو 150 دقيقة أسبوعيا، التخلص يعني الوزن الزايد إذا كان في وزن زايد، والحفاظ على وزن في نطاق صحي، يعني هذا ممكن يقلل من القابلية للسكر من النوع الثاني. أحيانا بعض الناس اللي عندهم مقدمات السكر أو حالة البري دايابيتز ممكن ننصحهم بأدوية مثل دواء اسمه الميتفورمين، هذا للوقاية من الإصابة بالسكر من النوع الثاني. وككشف المبكر احنا ننصح اي شخص بالغ انه يفحص السكر مرة سنويا على الأقل لتأكد من عدم إصابته بمرض السكر من النوع الثاني. نعم، كذلك دكتور إذا بنقول نحن نتكلم عن الكشف المبكر لمرض السكري، ونحن دائما نقول إن ننصح الأشخاص دائما بالكشف المبكر، إنهم دائما يتجهون للمراكز الصحية ويقيمون يقومون بالفحوصات الشاملة، هذا طبعا لإطمئنان على صحتهم وكذلك للإطمئنان إنهم يخلون من هذه الأمراض المزمنة. فشو رأيك في موضوع الكشف المبكر أيضا دكتور؟ الكشف المبكر مهم جدا، ننصح فيه البالغين بالذات اللي عندهم عوامل خطورة مثل الوزن الزايد أو عندهم مشاكل صحية تؤدي لزيادة نسبة الإصابة بالسكر، فننصح دائما هذه المرضى أنه يكشفوا على الأقل يعني سنويا أو مرة كل سنتين لتأكد أنه ما عندهم بداية السكر أو تشخصوا بالسكر من نوع ثاني. نعم دكتور أحمد حسن أخصائي باطني أول استشاري غدة صماء وسكري بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك هذه المشاركة الطيبة في برنامج صحة وسعادة وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. أعزائي المستمعين، كان معنا الدكتور أحمد الحسن أخصائي باطني أول استشاري غدة صماء وسكري بهيئة الصحة بدبي، حدثنا حول مرض السكري من أسباب المرض وأعراضه وكذلك مضاعفاته وكيف ممكن لمريض السكري أنه يتعايش مع المرض. وقبل ما نختم برنامج صحة وسعادة أوجه يعني عناية السادة المستمعين والمتعاملين مع هيئة الصحة بدبي بأن سيتم إغلاق منصة الفحص كوفيد 19 في مركز مول الإمارات، ويتم نقل هذه الخدمة إلى مراكز الفحص الأخرى التابعة لهيئة الصحة بدبي، وهذا طبعا ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2022. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة أتمنى أن تكون هذه الحلقة كانت حلقة خفيفة عليكم، قدمناكم كل ما هو يعني مفيد بطريقة مبسطة وسهلة. تكلمنا اليوم أعزائي المستمعين عن مرض السكري، وكذلك تكلمنا عن أهمية التثقيف الصحي لمرضى السكري. أتمنى من كل اللي قاعدين يسمعونا ولين الحين ما ساروا إنهم يطمنون على صحتهم، يشيكون يعني ضغط الدم، يشيكون نسبة يعني الحديد في الجسم، وكذلك يتأكدون هل هم لأصحاب الأمراض المزمنة هل هم قادرين على الصيام أم لا. أتمنى أنهم يتوجهون للمراكز الصحية التابعة لإمارة دبي الموجودة على امتداد إمارة دبي ويقومون بالفحص هذا، وطبعا هذا كله لسلامتهم وعشان يكون صيامهم آمن ويستمتعون بالشهر الفضيل. ويمكنكم أعزائي المستمعين أخذ مواعيد لهذه الفحوصات الدورية عن طريق الرقم 800342 وكذلك عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأيضا عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن اللي مو قادر يروح المستشفى وحاب أنه يعني ياخذ موعد ويتأكد من الطبيب وكل شيء بمكالمة يعني نقدر نقول مباشرة، يستخدم تطبيق طبيب لكل مواطن.
وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وللأستاذ حسني البلاونة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي. كانت معانا اليوم في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وكان معانا في الإخراج مخرجنا وائل القواسمة، وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.